وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة علي شرفي. سيد علي، مساء الخير. وكونك ناشطا في قطاع الشباب وأحد ممثلي الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كيف تنظر لمشاركة الشباب في هذه الانتخابات ودورهم في إنجاح التجربة الديمقراطية؟ طبعا في البداية مساك الله بالنور أستاذ علي. طبعا أتقدم بجزير الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عندما أعلن عن تحقيق مطلب الشباب البحريني المتمثل في تخفيض سن المشاركة السياسية إلى 20 عاما بعد من كان 21 عاما، لإتاحة أكبر شريحة ممكنة من الشباب البحريني لتلبية الواجب الوطني في الانتخابات البرلمانية والبلدية. طبعا أستاذ علي، من خلال المتابعة الدقيقة لما تشهد الساحة البحرينية الآن من حراك سياسي، يمكن القول أن صور مشاركة الشباب السياسية تعددت وتنوعت. بدءا من النسبة الكبيرة من المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية هم من فئة الشباب، وأيضا الانضمام والمشاركة في اللجان الانتخابية والحملات والأنشطة الدعائية للمرشحين والرقابة على العملية الانتخابية هم من فئة الشباب. والأبرز في ذلك في هذا العرس الديمقراطي النسبة الكبيرة من مشاركة الشباب إن شاء الله يوم السبت المقبل يوم التصويت. وطبعا هني أود أن أشيد بالرسائل التي بعثها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، التي حملت في طياتها كلمات وطنية ذات تأثير عميق نابعة من القلب إلى القلب كتشجيع من معاليه للناخبين من فئة الشباب الذين سيشاركون لأول مرة في التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، والتي بيّن فيها أهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي. نعم سيد علي، يعني مثل ما تفضلت الرسائل التي وجهها معالي وزير العدل للشباب الذين يشاركون للمرة الأولى في هذه الانتخابات، يعني من خلال موقعكم أنتم كيف تنظرون إلى ما يتمتع به الشباب اليوم من وعي كان حصيلة لا شك دورات متعاقبة من الانتخابات؟ صحيح. طبعا الشاب البحريني اليوم يمتلك من العلم والمعرفة والكفاءة والإبداع والعزيمة في مختلف المجالات، سواء في مجال السياسي أو الاجتماعي والثقافي أو الاقتصادي والرياضي. قادر الشاب البحريني على الارتقاء بالوطن والوصول به إلى أعلى المستويات، ونحن نعيش هذا العرس الديمقراطي نحتاج اليوم إلى أعطاء الفرصة والثقة لطموحات الشباب. نحتاج اليوم إلى دعم ومساندة لقدرات وحماس الشباب، كونهم الشريحة الأكبر في المجتمع وشركاء حقيقيين في صنع القرار وتحمل المسؤولية الوطنية، وأيضا باعتبارهم هم الركيزة الأساسية في المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك. وإن شاء الله في تاريخ 24 سنشهد نسبة كبيرة تقريبا ما يقارب عن 56 ألف ناخب من فئة الشباب. فصوت البحرين الحاسم والأبرز في الانتخابات النيابية والبلدية هم الشباب بإذن الله تعالى. وطبعا يعني بعد مرور 12 عام من العطاء لهذا المجلس، أصبح لدى الشباب البحريني أكثر وعيا وفهما وإدراكا للمشاركة السياسية وفي أيضا صنع القرار، وتعززت لديه المكاسب الديمقراطية عن طريقها إذا طلع في المرحلة المقبلة إلى غدا أفضل في البناء والتنمية. وإن شاء الله سيشهد مجلس النواب 2018 وجوه ودماء شابة جديدة وعطاء وأفكار وجهود شبابية ستنير الحياة السياسية بإذن الله تعالى في البحرين تحت قبة البرلمان. طبعا لا يمكن أن بالطبع أن استغناء عن تواجد أهل الخبرة والاختصاص في البرلمان، وأنا باعتقادي إن شاء الله في عام 2022 سنشهد رئيسا للمجلس النواب من فئة الشباب بإذن الله تعالى. نعم علي شرفي، عضو مجلس الأعلى للشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.